بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول قانون الانتخابات التمييزي في قطر، حيث أكد السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى خلال مداخلة هاتفية في البرنامج أن الممارسات القطرية من خلال إصدار هذا القانون التمييزي رسخت مبدأ أن المواطنين في قطر ليسوا متساوين في الحقوق والواجبات. كان هناك العديد من المنظمات الحقوقية الدولية في الأيام الأخيرة التي تحدثت عن العملية الانتخابية وقالت بأن بها تشوهات، هذه التشوهات قد قامت بحرمان العديد من القطريين من حقوق المواطنة الكاملة، وهي رسخت مبدأ، وأعتقد هنا الخطورة، هذه الممارسة ومن خلال إصدار قانون رسخت مبدأ أن المواطنين في قطر هم ليسوا متساوون جميعهم في الحقوق والواجبات.